زون ميكست. رجعنا لكم من جديد في زون ميكس والتحق بين ضيفنا اليوم اللاعب السابق كما قلت في التقديم نتاعي للملعب التونسي ملعب الجيبسي برشا فرق نادي حملم في نادي الافريقي ايضا المهدية جرب في السعودية هكا ولا يوسف يوسف الفوزي اهلا بك. السلام عليكم بيك عايش كعيش خويا سلام. ذوما الفرق اللي لعب فيهم تقريبا تقريبا 9 ولا 10 فرق. باهي خلينا ناخذوا فكرة أكثر على الفرق هذوم في البورتخي اللي أعدوا زميلي محمد بسعيدي. ضيفنا اليوم في زون ميكست هو لاعب كرة القدم التونسي يوسف الفزاعي. يوسف الفزاعي من مواليد 2 ديسمبر 1987 في تونس شغل خطة لاعب وسط ميدان في عدة فرق تونسية وسعودية. بداية المسيرة في صنف الأكابر بدأت مع نادي حمام لنف من موسم 2008 حتى كشل موسم 2012، فيما بعد انتقل لجمعية جربة وانقضى زوز مواسم معها، وفي 2014 حول الوجهة لستايد الملعب الجيبسي إلى غاية موسم 2017 وين عرف الفزاعي الإشعاع متاعه وكنا نشوفه منه في استعراض كروي قليل ونشوفه في بطولتنا التونسية. الشيء اللي خلق مصطلح جديد في الكرة التونسية اللي هو الفزاعيات، وهذا اللي خلاه محط أنظار عدة فرق تونسية وخليجية. وبعد موسم واحد في الملعب التونسي موسم 2017-2018 انتقل للسعودية وين لعب في فريق العدالة والعين السعودي وحقق معهم الصعود للدوري السعودي الممتاز، وأخيرا لعب مع نادي الفيحة اللي تم فسخ العقد معه بعد تعرضه للإصابة. يوسف الفزاعي ضيفنا في زوم ميكست باش نحكيو معاه على تجربته الكروية في تونس والسعودية ومستقبله الكروي في الأيام القادمة. وزع الكرة يا سلام يا يوسف يا سلام على الجول والابتسامة يوسف وزاعي شوف اللقطة شوف الكرة شوف يوسف بقدم اليسرى ركنها أوه الثاني عامل بعملك في السعودية تفكر ماتش هذا ولا تفكر نتفكر ماتش نو ماتش نجران ماتش نجران البونتو ذي من السونتر تو نحكيو عليه بعد وسيم نورا اي تو نجيك ليه بعد بوتريم ليجل عدو محمد السعيدي ليه مريجل ما نسين شيء ليه جو بيه يرحم ودي هيا بيه شنو امورك يوسف والله الحمد لله الحمد لله في ظروف متاع الكورونا ذي اللي تعبت الناس الكل وفي في المشاكل اللي في البلاد وفي الحمد لله وفي مشاكل في كورتنا في تونس الحمد لله سلكت ألف حمد وشكر ليه الحمد لله سلكتها بالكدير مصاب ظهر لي كملت ما كملتش الموسم مع الفيحة في الموسم الماضي الإصابة شنو أمورها؟ والله الحمد لله إصابة تمزق درجة ثانية في الـ في الـ في, الـ في الكوادريسيبس الراحة تتطلب شهرين وجمعة تعرف ال à l'étranger les équipes mais espérons barsha en plus شهرين وجمعة ولا شهرين وعشر ايام النومبر دو ماتش مع الضغط نتاع المباريات يوصلوا يعني يمكن 16 و 17 ماتش اتفقت مع النادي باش نروح نتعالج في تونس واكيد هما باش يعوضوا يعني ليترونجي خاطر اكيد نومبر دي زيترونجي اربعة يساعدهم يعني انهم يفرغوا البوست باش يجيبوا اترونجي واحد اخر ما تشوفش خلاو عليك وانت مصاب معناها انه ما يتلهوا بيك صرتوا مصاب ولا لا لا هما صراحة يعني كل واحد ياخو حقه هما عطوني يعني المركز نتاع العلاج قالوا لي تتعالج وكل شيء امورك مريقلة وتعمل يعني الاعداد نتاعك على حسابنا نحنا كل شيء على حسابنا ويعني ولقيت يعني عباد يعني حاسة يعني اللي عباد بروفيسيونيل التزاماتها معناتها التزاماتهم ويرحم والديهم يعني اتفقنا يعني باش ناخذ فلوسي الكل كونتراتويا خذيت فلوسك اي اكيد كيما عندنا في تونس بالضبط ما عندناش جملة اتفقت معاهم ومن بعد انا خيرت يعني هو واحد متغرب ويلعب في الكورة ويتعب مونتالمون فما بالك يعني قاعد ويتعالج كيفاش وقاعد غاديك في الغربة خيرت باش نروح نتعالج في تونس بعض عائلته واصحابه وزيد جاء رمضان الحمد لله قد عندك بعد رمضان في تونس تو ملي خرجت عليا عندي برشا عندي 3 سنين بريسك 3 سنين اي ما قلتيش لي صابت عديتها سي بون تو اي الحمد لله تعديتها جاهز 100% اي شويه بريباراسيون فيزيك نكون حاضر ان شاء الله في 100% ان شاء الله باهي الوجهه وين ان شاء الله الوجهه ديريكت دخلت في الصحن
الوجهة أكيد باش تكون خارج تونس، يعني ما صعيب شوية. تونس هذه ناحيتها حاجة، ناحيتها من مخي. ان شاء الله باذن الله يصير كان الخير، وبقدره ربي ان شاء الله الاقرب يمكن السعوديه ان شاء الله. درجه السعوديه كالعاده لقيت جوك غادي ومولك اكيد الحمد لله. عملت اسم ظهر لي زاده اكيد الحمد لله يا ربي. يعني واحد كل جمعيه يمشي لها يخلي انتباع بي. طلعت زوج جمعيات، طلعت زوج جمعيات، والجمعيه اللي بديت معاها السنه طلعت زاد زاده طلعت الحمد لله. الحمد لله واحد تقيدت عليه يعني يطلع في الجمعيات، حاجه باهيه، حاجه تخليني يعني يمكن تسهل عليا من بعد انا باش نلقى فريق بسهوله. وان شاء الله ربي يسهل وواحد ما يعطينا يعني سكوب. فاش فما في معايا هكا طلبوك اكيد فما بداو لي كونتاكت قولوا جاستين نبض على والله فما لي كونتاكت. عندي وكيل اعمال يخدم على روحه، عندي دي كونتاكت دي زونترنور توانسا اكيد يعرفوا يوسف شنو في السعوديه ويعرفوا السي في نتاعو ويعرفوا الباركور اللي عملوا غاديك اوتوماتيكمون يعني باش يكلموك. الحمد لله عندي دي كونتاكت. يمكن هما مازالت ما فاتش الشامبيونا هذاك علاش ما حتى كي تبدا فما مكالمات ما تكونش جديه 100% خاطر يستناو حتى اللي يكمل الدوري نتاعهم. اسمع ما جاوبتنيش، فما جاوب ما تجاوبنيش نكبش انا ما نتعداش. ما نجمش نعطيك حاجه وما ماهيش مؤكده، يعني لازم تكون حاجه مؤكده 100% باش نجم يعني نقول لك. ما نجمش نقول لك توا حاجه وهي ما سينو تونس ليه مسكر الباب. والله اخر حاجه نتصورها تونس تتعدى الحقيقه بمشاكل كبيره برشا، كسوا في الظروف، كسوا في المشاكل نتاع البطوله نتاعنا. وان شاء الله نشوفوها تتحسن خاطر ماشيه وتصعب وماشيه والظروف الكره في تونس عمال بالتوالي. ان شاء الله ترجع تونس وترجع الكره في تونس ان شاء الله. باهي خرج لك شويه البدايات، احكي لنا شويه. بديت في الكلوب انت يوسف، احكي لنا على بدايتك في الكلوب. اكيد جمعيتي الام هي نادي الافريقي، يعني ملي انا صغير ما هذيك حاجه نعتز بها. حتى الاسبوار فريق كبير. لا حتى الجونيور. ومن بعد من الجونيور مشيت ديريكت للحمام لمف. حمام لمف ديريكت طلعت سينيور. خلينا نحكيو على الكلوب، بس علاش ما قعدتش في الكلوب؟ والله ما قعدتش في الكلوب كيما اي ولد جمعيه، يعني مشكله ولاد الجمعيه توا خاطر ديما لحمته حلو ولد الجمعيه كيما نقولوا. ما لقيتش فرصتك. يعطيك الصحه، مع وقتها بيريود ديما يجيبوا دي جوار صغار من ليكيبات البرا دي ريكروتمون باش يبداو طالعين في جمعيات من جمعيات صغار. ما لقيتش فرصتي، قلت نشوف حاجه في الجون. كنت تلعب انت في الجون؟ اكيد شكون الجينيراسيون تاعك موجود؟ نلعب الجينيراسيون تاعي، يمكن ما فماش برشا من الجينيراسيون تاعي صحيح، اما في ليكيبات الاخرين كنا ديما دربي مع اسامه الدراجي، خليل شمام، شمس الدين داوادي، كنا ديما دربي. اما في الكلوب ما فماش برشا. وصل مهدي سعاده لعب في ليتوال وقتها نتاع المستير وحمام مستير حمام لمف. ولد الكلوب مهدي؟ مهدي لا ماهوش ولد الكلوب. اما الجينيراسيون نتاعنا وقتها ما خديتش فرصتك. ميم با تمانيت سينيور معناها؟ لا ميم با ما خديتش فرصتي، ما لعبتش سينيور، خرجت من الجونيور ديريكتومون. كيفاش انت طلبت حمام لمف؟ طلبوك هما؟ عملت تيست حمام لمف؟ شنو بالضبط؟ لا اكيد كي مشيت لحمام لمف يعرفوني خاطر بويسك نلعبوا كونتر بعضنا في الشامبيونان. لو كلوب حمام لمف يعني لي زيكيب اللي موجودين في العاصمه ديما نلعبوا كونتر بعضنا في لي شامبيونان. يعرفوني ديريكتومون، مشيت يعني قالوا لي جيب اوراقك وبصح ديريكتومون صححت. ومن بعد ما جبت اوراقي ما طولتش في لي جون وصححت سينيور، فهمت. عملت كونتراتو بخمسه سنين هكا وبدات مسيرتي في السنيور مع حمام لمف. انت شنو البوست تحب تلعب فيها يوسف؟ شفناك تلعب في الاوفنسيف، ملعب على جناب، ملعب ديس، شنو تحب بالضبط؟ على اليمين، على اليسار؟ والله يمكن انا اكثر حاجه نرتاح لها اني نكون حر في التيران، فهمت. ما عادش لاعب حر تو، ما عادش لاعب حر خاطر تو التكتيك صحيح. التكتيك ولا هو الباز في كرة القدم، فهمت. ما عنديش قلق نلعب تحت ثلاثة كون ولا نلعب على اليمين أكثر، فهمت. نلقى راحتي في لي دو بوست هذوما اللي يمكن أكثر بلايص يعني لعبت فيها. حتى في حمل لمف ما مشاتش برشا الأمور كما يلزم، تلقاها ليا؟ أي ما مشاتش الأمور كما يلزم صحيح.
لعبت بريود ما يمكن يمكن جون انا وقتها وحمام لم في جمعية تعتبر يعني وسط التابلو تلعب على التيح سي با فاسيل وليد صغير باش يلعب في 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 انا شفت تصويره قبيلك في فيسبوك انت فيها في حمل انف ومعاك ملاعبين كبار برشا معناها بن شويخه وسليم سيسي و سليم سيسي فاز دوكار بالمجري رمزي التوجاني رمزي التوجاني محمد سليم معناتها ماكش جديد قديم يوسف وزير اي قديم برشا برشا قديم لعبت مع محمد الجزاني مهدي مرزوق مهدي مرزوقي برشا برشا لعبت مع برشا جوار لعبت مع عبد الكريم العوجي لعبت مع ليس برينيس الله يذكره بالخير لعبت مع وليد الشتاوي زادك كيف لعبت مع كرم معتوق احمد الحران كانت وقتها جمعيه كبيره في 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 حمام لمف وقت صبر خليفه زاد في حمام لمف محمد علي الغرياني ما شاء الله في الكيب هذيك كنت موجود انت في الكيب كنت موجود اي كنت في ماتش ترجي موجود كنت في ماتش ترجي لا خرجت بري من حمام لمف مشيت للمهديه وقتها باهي مشيت للجربة قبل ظهري ولا المهديه لا لا مشيت للمهديه من بعد رجعت لحمام لمف مشيت للمهديه 2010 رجعت لحمام لمف وقعدوا لي عامين عديت عام في حمام لمف ومن بعد خرجت العام الاخراني مشيت للجربه في جربه بعثوك بالسيف ظهر ما كنتش تحب تمشي بون جربه وقتها انا عندي عندي دو زوفر في في الناسيونال ا وكنت يعني اورليست في حمام لمف بني خليد ظهر وقتها عندي بني خليد والكيف عندي بني خليد والكيف دو زوفر في الناسيونال ا حبيت نخرج يا اخي سي فاضل بن حمزه وقتها قالوا لي باش تمشي لجربه بون الله اعلم بتاتر صحيح ولا لا اللي هما عندهم صفقه باش يجيبوا محمد امين السفيقسي ولمجد عامر وجاو وقتها بعد جاو اما انا كان صدقني ربي ما تخانيش ذاكرتي ما همش فرد بريود يعني بعد يمكن قبل بثلاثة شهور ولا أربعة شهور يعني ما عندها حتى علاقة أنا حسب ذاكرتي ما نحبش أنا هي حمل أنف وجربة عندهم علاقات خاصة فاضل بن حمزة أصله مغادي بهالي أكيد أصله مغادي وأكيد علاقات ديما حمل أنف تبعت جوارة الجربة ديما فما خدمة ما بيناتهم فما جوارة تمشي غادي مش عام مش اثنين مش ثلاثة يعني ديما جوارة حمام لمف يمشيو جربة وديما كي يبدا فما جوار في جربة يعني عامل ماتشوات باهين وعنده لي كاليتي يجي الحمل يا من منطق يقول ملاعب معناتها يفضل يكون في الديفيزيون الاولى خير من الديفيزيون الثانية بطبيعة الحال اكيد يا اخي اي واحد يكون يحب شنو صار وقت مع فاضل بن حمزة ما هو ما صارش اشكال كبير وانا خاطر وقتها ما حبيش ندخل في كونفلي خاطر جوار تو تلقى انت اوفر من ناسيونال ا ويتفرض عليك باش تمشي الجربة ما عندك حتى حل ودي وقتها سو كونترا ليه وجات في الفتره الاخرى يعني جات في في في, 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 في في النهار الاخراني نتاع الميركاتو ولا مازلنا ما عندك حتى شوا فهمت يعني يا انت باش تقعد هكاك يا باش تختار الحل انك باش تشوف ثنيه اخرى وكاو اخترت باش نخرج انا خاطر ما عادش نجم نقعد في حمام لمف حسيت روحي ما عادش نجم نعطي خاطر البريود هذيك قبل ما نخرج انا ريليست ديجا لعب نومبر باهي نتاع دي ماتش وعملت ماتشوات باهيين وبعد نقى روحي يعني مانيش في القائمه كاو خرجت الجربه عملت عامين باهيين الحمد لله يا ربي اللي يمكن العامين هذوكم هما اللي رجعوني للسكه الصحيحه وخلوني نصحح في جيبس يعني التورنو وفي كونتراتوك مع حمام لمف نتاع كاري اي اكيد ومازال عام في كونتراتوك نتاع حمام لمف ومشيت صححت عامين في جربه فهمتك كيفاش معناها مازالك انت علاش اخترت عامين مش عام جيتي اوبليجي باش نصح عامين على خاطر انا ديجا وقت اللي مشيت باش نصح في الكونترا ما في باليش بيه في عامين في اخر نهار في اخر نهار وقتها الرونديفو اللي خديته مع رئيس تجربة الله يرحمه سي علي عنان رونديفو في الفيديراسيون في تونس فهمت واخر نهار في الميركاتو يعني هو هابط من جربه اتفقنا وقتها باش نتقابلوا يمكن نص نهار ماضي ساعه في الجامعه تقابلنا في الجامعه سلمت عليه قعدنا نحكيو مع بعضنا شويه قال لي باش نمشيو صح وكذا قلت له اعطيني نقرا الكونترا فهمت قال لي مش مشكله الكونترا تقراه
تو نمشيو البلدية ونركحوا امورنا وتتقرا الكونترا. قلت له ليه انا راني ما نصححش في الكونترا الا ما نشوفه هكا. ومن بعد مد لي الكونترا وقلت له انا ماهيش هذه مفاهمه على اساس باش نصحح عام بركه نلقى روحي يعني قدام امر واقع اللي يلزمني صح عامين. هكا وسي علي عنين الله يرحمه اتصل بسي فاضل بن حمزه قال له مش هذه مفاهمه وكيفاش والطفل ما حبش يصحح وشنو هي الحل. اتصل بسي فاضل قال لي يلزمك تصحح. قال لي يلزمك تصحح ما كانش راك باش تقعد مع الامال وراو وانت ما ساعدكش تحب تكاو سنيور اكيد بطبيعه الحال. فماش واحد يحب يرجع بالتوالي واحد يحب يقدم في حياته ما يعيش صحح كنت بليجي عليك بالصح صح. اتصلت بالوالد نتاعي الحقيقه نتاع ربي وحكيت معاه قال لي توكل على ربي واللي فيه الخير ربي سهل فيه وكا والحمد لله يا ربي. يمكن سبب من الاسباب اللي خلتني انا يمكن عامين باهين كانوا اي اكيد عامين باهين وواحد عمل اسم حتى في الـ في, الـ في الناسيونال بي وجات عروض من ناسيونال ا والحمد لله يعني جاني عارض باهي برشا من ناسيونال ا جيبس ملعب الجيبس يعني ظهالي اهم فتره في مسيرتك ظهالي من هنا بديت مسيرة يوسف الفزاع هذه التورنو يمكن نتاع المسيره نتاعي في ملعب الجيبس اللي زاده كانت مجموعه باهي برشا وجروب كبيره كانت جروب ممتاز ممتاز جدا وقتها ديجا سعد كان غادي مازال وشد لي غراب قبل ما يمشي. لعبتوا فينال كوب مع ليتوال عملنا فينال كوب مع ليتوال لعبنا كاس كاف كاس الكاف يمكن عملنا يمكن الفريق الوحيد في الكاف 6 مباريات دون هزيمه. ماتش مازيمبي ظهر لي خسرنا على مازيمبي الماتش مازيمبي هو اللي خسرنا فيه واحد بلاش غادي في ال 94 دقيقه وربحتوا هنا 2-1 وكنت قريب من ازاحه مازيمبي اللي كان وقتها معناتها اكيد يعني كان خرج الماتش 3-1 كنا نحن نترشحوا مازيمبي فريق كبير كاول تجربه بالنسبه لنا نحن في الملعب الجيبسي كانت تجربه ممتازه جدا جدا. لعبت في مباراه مقابله كانت ناجحه ملعب الجيبسي ظهر لي وقتها خسرتوا بالسيف 1 بلاش مقابله كيفاش ظروف الملعب هذاك يوسف خاصه شفنا الكلوب تقريبا نهار الفريق في مازيمبي انتوما شنو صار وقتها؟ صراحه شيء فوق من الخيال. راهو انا يمكن نتفرج في يعني في الاسبيرونس والايتوال وجمعياتنا الكبار اللي يلعبوا في الشامبيونز ليغ ويلعبوا في الكاف والسي اس اس نتفرج في 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 الماتشوات في لوبومباتشي اللي في التلفزه حاجه ما سيو تيران حاجه اخرى جمله. ديجا نحن من اللي بعاد على على على, على التيران يمكن 5 ولا 6 كيلومتر الجمهور ما شاء الله في الشارع راه عباد تقول مسيره ماهيش عباد. الملعب شنو خصوصيته؟ جمهور ملعب قريب برشا. ديجا وقت اللي دخل البريزيدون تاعهم عنده نشيد خاص به نحن نعمل في اللي شوفمون سيبنا اللي شوفمون قعدنا نتفرج فماش مضايقات ولا حاجه؟ لا لا جمهور ما يكلموكش معاه؟ لا لا جمهور بصراحة جمهورهم قريب ميم با 2 متر ولا 3 متر وما صارت حتى يغنيوا على رواحهم ويعيطوا اما ما صارت لا ضرب ولا يضربوك او بكرسي وقراب ينجم ينقز ويهبط. العباد تحبك ملعب الجيبسي فما لقطه زدت حبتهم فيك اكثر زاد شرف كبير لي يعني اني لعبت في ملعب الجيبسي. بالمناسبه هذه نتاسف برشا 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 على الحاله اللي وصلت لها الملعب الجيبسي ونزوله للقسم الثالث. فما لقطه يوسف زدت حبتهم فيك اكثر اللي هي نتاع عظام السور كانت فاكرها اي قديمه برشا كيف هي هذيك يوسف؟ والله نحن نلعبوا في ماتش كونتر المستير في 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 المطويه يظهر لي ولا في تبولبو في المطويه ومطر برشا وانا لابس بركا قاعد على البنك وطفل رماسور تصب عليه المطر طقس بارد وقت مسكين وانا لابس بركا قاعد في البنك انا متغطي ما عنديش مشكله فهمت حتى شويه برد ما يقلقش. قمت من غير ما نشعر الحقيقه نتاع ربي عطيته البركا نتاعي يلبسها ورجعت لبلاستي. ووقتها الماتش ماهوش تيليفيزي جميع كنت نتصور يعني انا باش تتصور اللقطه فهمت. الحمد لله يا ربي بالنسبه لملعب الجيبسي جمهوري كل يحبني بالفتره اللي
اللي عشتها غاديك ما خسرت حتى دربي، دربيت الكل ربحنا زوز وتعادلنا زوز، مشينا كاس الكاف نهائي كاس تونس. يوسف الفريق هذاك الكل ممتاز تقريبا اللي كان في ملعب الجابسي، علاش كان مثلا كان سعد مثلا لعب في الكيب كبيره مثلا ترجي؟ إيز كل واحد ياخو حقه، رغم اني شاد الغراب بعد مشى وما نجحش، كل واحد وياخو حقه. بالنسبه لسعد، سعد جوار كبير برشا، كوارجي طفل، طفل طموح، طلع معاكم صغير يطلع معنا صغير، يعرف كيفاش يتعامل مع الظروف، يعرف كيفاش يتعامل مع اصحابه، يعرف كيفاش يدخل في الجروب، شخصيته قويه زاد، يعرف كيفاش يفرض روحه. انا توا كي نشوف سعد قبل ما نشوفه توا نتذكروا ماتش اللي ضاع فيه بيلانتي مع المتلاوي اللي صارت فيه مشكله. على ذاك قلت لك شخصيته قويه يعني. Exactly. مش اي ملاعب بعد ما يضرب الجمهور ويهبط له الاتراء ينجم يعني يرجع وقتها. سعد يمكن كان ديسيزيف في برشا ماتشات مع الاسبيرانس، كسوسوا في فينال شامبيونز ليغ، كسوسوا في برشا ماتشات. يستاهل كل خير، قلبه باهي، طفل طموح، ان شاء الله ربي يوفقه وان شاء الله يكمل هكاك وان شاء الله نشوفه. اي ما جاوبنيش علاش كان هو اللي وصل للنيفو العالي. هو وقتها كان لونترنور سي شياب الليري ويعرف لي كاليتي نتاع سعد ونتاع شادي غراب. وقت اللي مشيت كونفوكاسيون ليكيب ناسيونال داز معاهم هو، خاطر يعرف لي كاليتي اللي موجوده نتاع الاولاد هذوكم، خاطر صعيب جوارات باش تمشي ليكيب ناسيونال من فرق صغير. صحيح. صعيب وفي العمر هذاك وهو وقتها صغير. كان يعرف لي كاليتي نتاع سعد وكان يمن به بالكدا بالكدا. كان يعني كيفاش نقولوا مش جازف به اما راهن عليه. راهن عليه ووقتها مشى ليكيب ناسيونال وكل ماتش ماهوش هكا الطفل اللي يعدي ماتش باهي ولا يعدي بريود باهي يتغر. كان كل ماتش يعطي اكثر واكثر سعد وشفتوه حتى لو وهو مصحح مع الترجي صحيح لعب فينال كوب مع الملاعب السعودية. لا وقتها فينال كوب مع ليتوال. اوكي. وهو ديجا مصحح مع الترجي ونفس اللي عمله في مع ابها، مصحح في ابها ولعب في نهائي تشامبيونز ليج مع الترجي. يعطيك الصحه. نفس اللي عمله في ابها، واحد اخر يقول لك انا صححت تو ما عادش يهمني، نخاف على روحي، خاف على روحي، ما عادش يهمني في جامعه، يخمم في روحه. الطفل يلعب الكره عطيها حقها، كره تعطيها حقها تعطيك. صحيح. بعد الملعب لقيت ظهري طلعت كوتا نتاع الناس الكل زاد وقتها، يعني وصلوك برشا عروض يوسف. اي الحقيقه نتاع ربي. ملعب الجيبسي كلمني وقتها اجون، قال لي باش نصحوا في الكلوب. قعدت نحكي انا وياه وقتها بريود وما فماش عرض رسمي. كلام وقتها فما يمكن مشاكل في الكلوب وقتها بريود هذيك ولا ما نعرفش بالضبط كيفاش. و اون ميم طون لا اله الا محمد رسول الله، كلمني مسؤول من الديسفيرسي اللي هو شكون؟ اللي هو لازم نذكره يعني. مش مشكل. اي شنو مشكل؟ مش ناصر البديو. اي مش مسؤول في النادي السياسي. حاب يجيبك السياسي. كلمني حكيت انا وياه وعلى اساس باش نتفاهموا. من بعد بريود صارت مشاكل في السياسات. خرج هو الوقت. ناصر البديو من النادي السياسي. والكلوب كان كلامه برا. كان كلامه برا الكلوب، كان كلامه برا. ما كلموكش مسؤولين ولا بعد؟ لا ما كلمنيش مسؤول، كلمني وكيل كان قريب يعني من النادي الافريقي، اما ما سهلش ربي. بعد جددت في الملعب الجيبسي. هذه الديكليك بتاع الملعب الجيبسي اللي صار. الملعب الجيبسي التمديد نتاع العقد كان غلط. علاش؟ ما عادش عندك ما تزيد؟ لا مش معليش، الافنون اللي تعمل فيه ليدات بالغلط، وانا الافنون عملته اول العام. اش معناها بالغلط؟ نويت حاجه قلت لا مش نويت حاجه، مش في الفلوس، في الدات. اي الاداره نتاع الملعب الجيبسي غلطت في الليدات. غلطوا ولا عن سوء نيه؟ لا مش عن سوء نيه، لا غلطوا في الليدات. شنو صار؟ لا غلطوا في الليدات نتاع الافينون. هو مثلا كونتراتوي مازال فيه عام. هما حطوا زياده عامين. مش زياده عامين والدات غالطه. فهمت. بتيل فاسون ما يتقبلش لافينون في الفيديراسيون يرجع. شنو صار؟
شنو صار؟ هما على اساس في بالهم اللي انا في بالي انا زدت في الكونترا وانا وقتها عندي اوراق باش نقدهم مشيت باش ناخذ كوبي من الفيديراسيون على الكونتراتور تاعي. قالوا لي راه لافينون تاعك في غلطه راه ورجع للملعب الجيبسي. فهمتني؟ وانا في بالي اللي هو رجع وهو ما حبوش يقولوا لي ملعب الجيبسي. فهمتك. جاوني البيريود الاخرانيه قالوا لي راه فما غلطه في لافينون باش تجي تصحح فيها. وانا وقتها نحب من الملعب الجيبسي فلوس الحقيقه نتاع ربي. قلت له ناخذ فلوسي من صح. قلت لهم ناخذ فلوسي. قالوا لي لا تاخذ فلوسك تو تاخذهم و... ما تفهمتوش. ما تفهمنيش في تاخذ ما تاخذش. خرجت لي تاخذ ما تاخذش. كلمت رئيس الجمعيه قلت له راهو كان مش باش تركح لي الامور. قعدوا يمهطلوا فيا هو كان مش تركح لي الامور راني باش نمشي نصح على روحي. باهي كمل الحكايه يوسف على الاخبار مع سهيل وبعد مكملين في زون ميكس مع ساعتنا الاولى.